كلام خديم لا يمال سماه. أنا ساء أن خول وفهل ونيتي فبحيرة الراهب مكث سنوات طويلة في هذا الدير يعبد الله عز وجل ويتوجه إليه، ولما نظر من نافذة ديره لاحظ القافلة التي أقبلت من جهة الحجاز، وقد برحت القافلة بجمالها وما فيها ومن فيها حوالي هذه الشجرة. ولاحظ بحيرة أن سحابة تسير مع إنسان كان في هذه القافلة، إن اتجه إلى الشرق شرقت هذه الغيمة، وإن اتجه إلى الغرب غربت هذه الغيمة. فلما وصل إلى تلكم الشجرة وجلس تحت الشجرة سلمت الغيمة مهمة الخدمة إلى الشجرة. وكان بحيرة متلهثا ينظر إلى مدخل الدير، لما دخل إنسان كأنه يقول هيا أسرع حتى أرى من طال انتظاري له، من اشتاقت روحي إلى روحه، من طال عطشي لأرتوي من الاشتياق به والنظر إليه، من أخشى أن أموت قبل أن أظفر بلقائه. فلما دخل الحبيب صلى الله عليه وسلم اهتز بحيرة وأخذ يسأل لمن هذا الغلام مع من؟ فقال أبو طالب إنه ابني. قال ابنك؟ أنت أبوه؟ قال نعم. قال ما كان لهذا أن يكون أبوه على وجه الحياة. فتعجب أبو طالب وقال له كيف عرفت؟ إنه ابن أخي وإن أباه قد مات وهو حمل في بطن أمه. فقال له احرص على هذا الغلام وقم بحمايته من الأعداء وحافظ عليه، إنه النبي الذي يأتي في آخر الزمان. السلام التوضيح التام لما يجب أن يكون عليه المسلم والمؤمن في مساره ومسلكه مع الله ومع الخلق فيما يتعلق بجميع النصوص الواردة، فإن فهمها يحتكم فيه إلى سيرة النبي وإلى تعامل النبي، لأنه الأسوة بالنص وخير منفذ ومطبق لكلام الله. الاهتمام بآثار الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كان قويا في الأمة، وكان ساداتنا الصحابة ذوي حرص على ذلك، حتى أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما كان يترك الصلاة في المسجد الذي يبنى في طريق الحاج من مكة من المدينة إلى مكة، ليذهب إلى مكان قريب من المسجد فيسأل لماذا تركت المسجد وصليت في مكان قريب منه؟ كان هنا رأيت رسول الله يصلي. فكان يتتبع آثار الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتسلسل هذا التتبع في التابعين وتابع التابعين وتابع تابع التابعين. في الوجود شيء اسمه بركة، فلا يمكن إلا أن يكون موجودا في مثل هذا المكان. هذه الشجرة المباركة جلس إليها رسول الله، آوى إليها رسول الله، آوت رسول الله، هذه الشجرة خدمت رسول الله، هذه الشجرة
دلت بحيرة على رسول الله. هذه الشجرة أكرمت بمس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. The Quran says, O you who believe, answer the call of God and His Messenger when He calls you to that which gives life, and know that God intervenes between a man and his heart. This verse teaches that to answer the call of the Prophet is to answer the call of God, and thus it is a call to life. And it could be said that the tree has lived to our day because it answered the call and received life through the Prophet by the leave of God. إذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنه كانوا يتنافسون على سؤره ليشربوا منه، على البلل المتقاطر من يديه الشريفتين عند وضوئه، يكادون يقتتلون، يتنافسون بشدة على بلل الماء الذي يتساقط من أطرافه صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ طلبا للبركة. فكيف بشجرة حية عاصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته زمانا مر عليه روحي له الفداء، كيف لا تكون فيها البركة؟ يا ربي ما تخني بالسر والروفي First time I saw it, I was flying by helicopter over the Badia. And then in all this desert, I looked down and see a tree, absolutely low. No other trees, no fields, no water. You think it's a miracle any living thing can survive here. Of course, I realized what it was. It's unique. The blessed tree once sheltered the Prophet Muhammad. Peace and blessings be upon him.